الراجل ده حكايته حكايه ودماغه حوار. الراجل ده اسمه ستيف كوميسار، امريكي الجنسيه، تعرض لازمه ماليه وتهدد بالحبس وكان غرقان في الديون. عمل ايه بقى؟ نشر اعلان انه بيبيع مجفف ملابس بيشتغل بالطاقه الشمسيه بسعر $49.95، واللي استلم بعد 3 شهور بناء على الاعلان بتاعه اللي فيه جهاز واللي بيشتغل بالطاقه الشمسيه اتحجز بقيمه $10 مليون مسبقا، واللي جم الزباين يستلموه بعد 3 شهور اتفاجئوا ان المنتج عباره عن حبل غسيل. طبعا حمايه المستهلك في وقتها رفعت عليه قضيه. تخيل بقى معايا كده ان الحكم جه لصالحه، حيث ان حيثيات القضيه أثبتت أن نشر الملابس على الحبال ده يعتبر تجفيفا بالطاقة الشمسية. وفي الحالة دي بقى حصل ستيف على تعويض بقيمة $500,000 من حماية المستهلك كرد شرف ليه، ده طبعا غير اللي خده من الزبائن.